تبكي يا عين السماء لإمام الفقهاء صادق الوعود صادق وريث الوحي نطقا نبويا حباه الله لغا فاطمي وريث الوحي نطقا نبويا حباه الله نورا فاطميا وبالعلم الثري وريث الوحي النبوي حباه الله نورا فاطمي وبالعلم الثري فقيه عالم ينضح وعيا إذا ما نظر الأنداد أعيا صادقيا منار جعفري له العلماء تلا ميذ جاء فسا لا سقاء علوما سراج يضاء رجته السماء فبث الولاء مذهبيا إماما مالكيا شافعيا حنبليا حديث السياري طوى زندقة الإلحاد طيا وكم فند تبقي
في أي السواري عدا هو تنا صوما وفيه سواء سما الأنبياء نحل أولياء عزوما جعفر الصادق قرآن تكلم ناسفا زندقة الجعد بن درهم جعفر الصادق تكلم ناسفا زندقة الجعد بن درهم وارث علم النبيين وأعظم وعليه صلى وسلم صان فهما فيض رحمة صان فهما فيض رحمة جعفر الصادق قرآن تكلم ناسفا زندقة الجعد بن درهم وارث علم النبي ينا وأعظم وعليه الله قد صلى وسلم صان فهما فيض رحمة صان فهما صان فهما الموقف عيني ابتدى حراخ يوضى المسألة عن شبهة معتزلة والبدعة المبتذلة ضد المواثيق عرّخ يوطى المسألة عن شبهة المعتزلة والبدعة المبتذلة ضد المواثيق أسقى النفوس القاحلة فأين عاد مستبسلة ترفض دون الواجلة حكم الدوانيق إمام العلم وحين فيه
شتى الميادين عدل للموازين مصداقة خلود بالمضائين أردى سطوة الفين أذكى للملاكين إشراقة وإشراقة إمام العدل والدين في شتى الميادين عدل للموازين مصداقة خلود بالمضاقين أردى سطوة البين أذكى للملاكين إشراقة تسام الطاهر المنجي خشوعا في ثرى الحج سخيا راسخا الحجي هو الصادق عمود الشرف المرجي يقيف الحال كالفجي ضياء ساطع الوجي طوى الغاسق تسام الطاهر المنجي خشوعا في ثرى الحجي سخيا راسخا الحجي هو الصادق عمود الشرف المرجي يقيف الحال كالوجي ضياء ساطع الوجي طوال غاسق طوال غاسق تسام الطاهر المنجي خشوعا في ثرى الحجي سخيا راسخا النهجي هو الصادق عمود الشرف المرجي يقيف الحال كالوجي ضياء ساطع الوجي طوى الغاسق طوى الغاسق تسام الطاهر المنجي خشوعا في ثرى الحجي سخيا راسخا النهجي هو الصادق عمود الشرف المرجي يقيف الحال كالوجي ضياء ساطع الوجي طوى الغاسق طوى الغاسق طوى الغاسق عرى خيوط المسألة عن شبهات المعتزلة والبدعات المبتذلة ضد المواثيق أسقى النفوس القاحلة فأين عد مستبسلة ترفض دون الواجلة حكم الدوانيق أسقى النفوس القاحلة فأين عد مستبسلة ترفض دون الواجلة حكم الدوانيق إمام العدل والدين في شتى الميادين عدل للموازين مصداقة خلود بالمضاقين أردى سطوة البين أذكى للملاكين إشراقة تسام الطاهر المنجي خشوعا في ثرى الحجي سخيا راسخا النهجي هو الصادق عمود الشرف المرجي يقيف الحال كالوجي ضياء ساطع الوجي طوى الغاسق
ابتسام الطاهر المنجي خشوعا في ثرى الحج سخيا راسخا نهجي هو الصادق عمود الشرف المرجي يقيف الحالك المرجي ضياء ساطع الوجه طوى الغاسق ابتسام الطاهر المنجي خشوعا في ثرى الحج سخيا راسخا نهجي هو الصادق عمود الشرف المرجي يقيف الحالك المرجي ضياء ساطع الوجه طوى الغاسق. روى عنه رهط ثقات بمنسوب كشعبة وابن جريح وأيوب لفقه جعفر عورا حيا وألطف جرت لي بنهج شيعة إمامية بروج شيدات رسالية وحوزات الكبرى له أحياء الأمر معان طيبة سماوية بنهج عترة بقيعية إلى أم القرى ولائية طواف ركبها رثائية وأعلامنا الحرة حماة هدى العترة وأعلامنا الحرة حماة هدى العترة لفقه جعفر عورا حية وألطاف جرت إلهية بنهج شيعة إمامية بروج شيدت رسالية بروج شيدت رسالية.